المامون مبارك دريبي. الاسم ديال الاب والام مش كيتطبقوا الاخرين. راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه راه غيدخل سلحفاه غيبقى سلحفاه. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. تحت شنو هي هذه المنعه النفسي؟ هي المنعه النفسي هو الاب والام من 3 سنين الفوق كنبداو نحكوا في ولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب كياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوة شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 6 إلى 8 مساء. أجد ترحاب وتحية مسائية على كل المستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. مساء الخير بروفيسور، مرحبا. مساء النور لالا سناء، مرحبا. اليوم غادي نتكلموا على نموذج في بعض العائلات اللي كيكون فيهم يعني البنت او الولد عنده علاقات متلاشئه مع الوالدين، وخاصه في الفتره ديال المراهقه يعني تيكونوا اضطرابات في العلاقه الاسريه. للاسف ما تكونش حتى المردوديه الدراسيه يعني كتكون ضعيفه جدا، ما كاينش حتى الادب والاخلاق، وكتلقى الوالدين كيشجعوا هذا الشاب ولا الشابه وكيفتحوا معها مواضيع يعني واش عندك شي صديق، واش كاينه عندك شي علاقه، فكيظنوا الوالدين بروفيسور على انهم هكذا غادي يشجعوا ولدهم ولا بنتهم على المردوديه الدراسية أكثر وغادي تساعدهم حتى على استقرار العلاقة الأسرية مع بعض. فعلاش الوالدين يعني تلجؤوا لهذه الوسائل، وشنو المخلفات ديال العائلات اللي وضعوا أبنائهم في هذا النوع من السلوك، لأنه كيصبح حتى عند الأبناء استئذان من عند الوالدين؟ هو واحد العدد من الأمهات والأباء كيبغي ولده يعيش الحوايج اللي ما عاشمش هو، فكاين بعض الاباء وبعض الامهات اللي كتقول لك الام او الاب انا بغيت بنتي تجرب، انا بغيت بنتي تكون عندها تجربه في الحياه، ماشي غير تجي وتزوج ما عارفه والو ما عاشت والو. الاب كذلك. بعض العائلات العلاقات الاسريه ما بين الافراد، ما بين الاب ولاده والام ولادها، الاب وزوجته، الزوجه ورجلها، كتكون عند علاقات مبنيه على الماكله، المشرب، اللباس، الفلوس، النعاس، يعني استفاده واستغلال. ف باش واحد الاب يجعل ولده يسمع ليه خصو يطمعه ودير كذا ودير كذا وفي الصيف نشري لك. واحد الام باش تجعل بنتها تسمع ليها ودير كذا ودير كذا ونعطيك، ولكن كتولي واحد النوع من المزايده، كيبقى هذاك الولد وهذاك البنت دائما زيدني، شريو لي هذا الموتور من النوع، لا خلوني نكمي، لا شربت واحد البيره ولا جوج ما فيها والو، لا تنجي بصاحبتي العيد ميلاد عندي في الدار، كتبقى واحد المزايده كيوش واحد الحد. دراسه الاسم ديالها اوبتيموس صدرات، ويمكن الناس يطلعوا عليها في الموقع ديال لا تريبون دو جنيف في لا سويس www.tdg.ch. هاد الدراسه هادي اوبتيموس قاموا بها خبراء، وتمت سرد وخدات معلومات من عند ازيد من 6700 تلميذ كيقراو في التاسعة في سويسرا. الأعمار ديالهم كتراوح ما بين 15 و17 سنة. لقاو في هاد الدراسة أوبتيموس بأن هاد المراهقين هادو ما بين 15 و17 في هاد 6700 تلميذ في التاسعة، لقاو هاد الخبراء بأن نسب الاغتصاب بين بعضهم البعض من أعلى المستويات اللي كاينة في سويسرا. ماشي كبار كيغتصبوا الصوار، ماشي الذكور كيغتصبوا الإناث الصوار، هما بعضهم البعض صبحوا ما بقاش عندهم شي حاجه سميتها وقار، شي حاجه سميتها حد. حتى ان الخبيره الدكتوريس ريتان ريا ريسبونسابل دو جينيكولوجي في المستشفى ديال المدينه كتلقى كتقول بانه ما لقاوهمش واعيين وفاهمين اش كيديروا. حتى شافوا هاد المراهقين وهاد المراهقات
أفلام وثائقية احتشفوا شهادات ديال بنيات حاولوا انتحار النوبل الأولى والنوبل الثانية، بنيات عطوا المخدرات، أولاد وقع عليهم اضطرابات، شافوا عاد بدأوا تستوعبوا تقولوا هاد الشيء أنا تعرضت ليه، هاد الشيء، وبدأوا يستقلطوا هاد المعلومة هذه. فهنا هاد الظاهرة هذه اللي دابا كتحلل فيها سويسرا اللي إشانتيون غير 6700 ملي جينا نقلبوا شنو عندنا حنا؟ البارح لمحت لها الدراسة، اليوم أنا كنفصلها. شنو عندنا حنا في البلاد المغربية العربية؟ شنو عندنا؟ فملي كتنوض واحد العائلة وكيكونوا كيمثلوهما السلطة، ما معنى السلطة؟ هو واحد الموضع قبل ما يكون شخص، موضع فيه الوقار وفيه الاحترام وفيه الخشية، موضع. احنا في ديورنا المغاربة الموضع اللي كتصلي فيه امك وكيصلي فيه باك من اللي كيتوفى كيبقى عزيز عليك، كتبقى عاقل. هاد البلاصة كان باك الله يرحمه تحت فيها الهضورة، وكان جدك فكيحت فيها الهضورة كيصلي، كتولي انت ملي كتجي تبرك في هذاك الموضع اللي كان باك ولا جدك تيصلي فيه ولا جداتك ولا امك كتصلي فيه، كتولي كتبرك في هذاك الموضع كتخشع احتراما المقام. ما من المقام؟ هو موضع المقام فين كان يقيم. فهنا ملي تتزول هذه الصيغه الاحترام، تتزول هذه الصيغه الوقار عن الشخص وفي الموضع اللي كيعمره هو. مثلا واحد الام كتروي ليا كتقول لي بنتها كتجي وكتنفتح ليها وكتقول ليها ماما انا واحد الولد كيتقرب مني وانا ماما وانا كذا، قالت لي الام أني كنفرح من اللي بنتي كتعاود ليها هكا كتشاركني أسرارها، وكنبدا نحس براسي أنا من اللي كنت مراهقة وتانا كنت كنخاف وكنقول لها لا حبيبة ما في والو، يا دويتي معاه وضحكتي معاه هذا. قلت لها كأستاذ مزيان تقربوا من ولادنا هكا. قلت لها شنو فهمتوا من الخطاب؟ فهمتوا منه المقصود المباشر فقط، أما الوظيفة في الخطاب، أما الإشارة اللي في الخطاب، أما المرموز اللي في الخطاب، أما المدى اللي في الخطاب مشتوف منه ولا حاجة. فشنو هو المباشر في الخطاب؟ هو اللي يقدر يوصل ليه العقل كمعلومة سطحية. واحد الشخص فيما يشوفك غدا خارجة من الشارع تبارك الله عليك لالا مولاتي، الأولى غنقولوا تحية. لا غدا عاوتاني تبارك الله عليك لالا مولاتي، غادي نقولوا محبة في البرنامج. وشوية لو لا تكرر ثلاثة ولا أربعة ولا خميسة هذا صبحتين أوبسيسيا. دونك لاحظ معايا الجملة فيها الأداب ما فيها والو، تبارك الله عليك لالا مولاتي، النهار الأول اعتبرناها تحية، هذا هو المعنى المباشر. النهار الثاني اعتبرناها محبة في البرنامج. النهار الثالث والنهار الرابع والنهار الخامس شوية غادي تصبح لنا إن أوبسيسيا، بحال هذوك الممثلة ولا المغنية ملي كتكون خارجة من واحد القهوة وتجي تلقى شي واحد كيصور الصورة الأولى ماشي مشكل، ولكن لقيت كون نهار حدا باب الدار كيصور عطاك الشرطه تقول لهم هذا يقدر يكون شي واحد اوبسيدي وكاش واقف لي عند الباب كيحقوا مع الشرطه. اش كدير انت هنا كمعجب تصوره وحده ولكن تبقى واقف عند الناس عند باب دارهم كتصور كتصور كتصور، هنا راه صبحتي حاجه اخرى. راه كذلك الخطاب كنقولوا للناس باللي بنتك ولا ولدك يجي يفتح لك ويقول لك ماما ولا بابا رانا كذا ورانا كذا، اشنو تيقول لك؟ تيقول لك واش يمكن نتعرى حداك؟ يمكن نبدل حوايجي حداك؟ يمكن تحيد حوايجك حدايا؟ واش حنايا والدي هما اللي كنكونوا كنبدلوا والدري عنده عام وعامين بحال اللي عندها 6 و7 سنين؟ لا. إذا الدري صغير عام ودخل عند باه وباك يبدل حوايج عام ولا عام ونص ولا عامين رضيع، براتي تيبدل حوايجه وحده ماشي مشكل. ولكن من البنت كدير 4 سنين و5 سنين و6 سنين وكتدخل بيت النعاس وباها عريان كيبقى يجي معها يا حبيبه كي دايره بنتي قريتي البيت هذا 7 سنين وباها كيبدل حوايجو. اش كنقولوا؟ نقولوا هذا 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 ديوتي هذا دابا فهم والو هذا. فهنا الوظيفه ديال الخطاب راه فيها السؤال الغير المباشر، راه ماشي المقصود هو تجاوبه فقط، هو تستمع. راه قلت لكم كاين الاصغاء وكاين الاستماع. الاصغاء هو المحتوى المباشر للخطاب، والاستماع ياك ما كيطرح بهذا الخطاب سؤال
شنو هو النكاح؟ وعلاش خصني نعيشو؟ وامتى خصني نعيشو؟ علاش الله محرمو؟ وعلاش الدين الاسلامي تيحرمو؟ وغنبقى مسلم الا مشيت ارتكبت هذا الحرام؟ وغادي نبقى مسلم الا ما ارتكبتوش وشديت نفسي عليه؟ واحتالين انا صالح ونشد نفسي عليه، واحتالين انا فاسد الا مارستو؟ وماذا الفساد لم فارستو شحال غيأثر فيا؟ وهذا الاثر اللي غيأثر فيا غنتعاقب عليه ولا غنتعاقبش عليه؟ هذا راه كله كيطرحوا لك في الخطاب. اذا ملي كتنوض انت، علاش العباقره الفلاسفه فرنسا جعلوا من الانتيردي يصبح فيه انتردير؟ الممنوع هو ما يجعل الحديث يحوم حول الموضوع في المنع. انتردي قسموها ما يجوز. قال لك عندك تصحاب الانتردي المقصود منه هو فقط تمنع، راه هو تجعل الفكر ينبع حول هذاك الممنوع. دابا حنا علاش ما كناكلوش الخنزير؟ من غير المعلومات العلميه انه اللي كياكلو هو كيدوز ليه في الدم وكيدوز ليه في الشحم بعد واحد 40 دقيقه ولا 50 دقيقه كيدوز ليه، من غير المعلومات العلميه، انه خلق هو هذاك الحيوان في سفينه نوح على ما يروى، وتيجمع النفايات ديال الحيوانات الاخرى. اذا هو الرمز ديالو زباله. احنا مرضاش لينا الله ناكلو واحد الحيوان اللي خلق للنفايات، قالنا هذاك عطاو احتقار. احنا خلقت لكم حيوانات اخرين اللي كياكلوا العشب وكيجروا كيسبحوا، هذاك عطيو احتقار. ما رضيتوش لكم ها عبادي، ما رضيتوش لكم، هذاك راه درتو انا لهذيك الوظيفه. يا الله علاه احنا المغاربه كناكلوا الحوت ديال الواد الحار شتي كيباس الحاسن؟ عندي واحد صاحبي قال لي كنمشي للشين ونبيع ونشري معاهم، ملي كندخل ريستورو كندير صبعي في الماء ندوقو عاد نقول عطيني الحوت. قال لي اللي حلو بعد منه وسالي شدي حوته ديال مع هذاك الترويد ديال الواد هذاك اللي نوع، اما هذاك الاخر مسكين اللي في هذا. فهنا ملي لقيت الام كتنوض وكتحل الباب وما تستمعش الوظيف الخطاب اللي كطرح به السؤال، هو كطرح به السؤال البنت كتقول لك الجسد ديالي واش ملكي ولا ملك ماما ولا ملك بابا؟ واش ماما وبابا عندهم حق في الجسد ديالي ولا ما عندهمش حق في الجسد؟ والمعني بالامر هو الجسد ام الروح؟ ملي قلنا لكم سورة محمد كيقول الله سبحانه وتعالى أصلح بالهم الذين قتلوا في سبيل الله، تيقول الله عليهم سيصلح بالهم. كيف يصلح بال من مات؟ هنا المقصود أن نهتم بإصلاح بال من مات، أم نهتم بأن من بقي حيا بعد الوفاة هو روحك؟ لأن الجسم فاني والنفس فانية، أما الروح أزلية. فقال لنا البال من شعب الروح، واللي بغى يكون عنده بال صالح تكون عنده روح صالح. شي كيف دل عليها؟ دل عليها من اللي يجعل البال يتصلح بعد الموت، لأن شكون اللي كيبقى حي بعد الموت هو الروح، مكتوبة في شي قنت تكلم عليها في شي قنت، ولكن خصك انت دير لها الاستنباط وتعرف بان ما يبقى حي بعد الوفاه. لهذا قلنا قتلوا من غير لا تحسب ان الذين قتلوا اموات عند ربي ولكن احياء عند ربي مرزقون من غيرها. ما عرفناش احنا اين خلقه الموضع لهم، ما عرفناش اش من صوره، ولكن اللي كنعرفوا هو ان الروح كتستمر. فهنا احنا كمجتمع عندنا هذا العرف الاسلامي وعندنا هذه الاخلاق، خصنا ننتبهوا من اللي كتفتحوا لاولادكم هذا الباب ديال الباساج على الاكت سيكسوال، كتقولوا لهم فات فو فيولونس. ها هو الدراسة أوبتيميس موجودة، سيروا قراوا شنو واقع في الدول الأخرى وسيروا شوفوا وراجعوا وتذكروا مع راسكم. مستمعينا غادي توقفوا مع فاصل ونرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح. مرحبا باتصالاتكم الهاتفية على 0522 46 52 51 52. ورجعنا لكم مستمعينا، انتم في الاستماع دائما لبرنامج بكل وضوح. غادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. معنا أول مكالمة معنا الحسن من زاكورة. ألو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي الحسن كي داير استاذ؟ بخير. مرحبا سيدي. مرحبا سي بخير. ساعه مباركه هادي. مزيان الله يجازيكم بخير على البرنامج بعدا اللي كتقدموا لينا. مرحبا مرحبا سي الحسن. والله العظيم الى زعما نستفد منك صافي. الله يرحم والديك. الله يجازيك بخير. مرحبا بك استاذ. لا شكرا لك اللهم لك الحمد.
الله يخليك. بغيت ناخذ واحد النصيحه يا ربي امين. الله يقدرنا. الله يبارك فيك على الحياه الزوجيه. الله الله تفضل خويا. دابا بنادم يلاه تزوج. اي شحال في عمرك سي حسن؟ دابا عندي 28 عام. تبارك الله. والزوجه ديالك شحال في عمرها؟ 24 عام. الله يجازيك بخير باش تفيدنا كيفاش بغينا زعما نطلق كاع الحياه الزوجيه كيف ما بغيت ننجح. شوف. نعم. الله سبحانه وتعالى تيقول لنا الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني دوالنا على المؤمنين وحنا في الفكر الاسلامي كنميزوا ما بين مقام الاسلام ومقام الايمان. مقام الاسلام هو مقام الفرائض والافعال. ومقام الايمان هو مقام الاسرار والاعمال. فدابا الله دوا هنا الذين امنوا. امنوا يعني باش كتعرف راسك مؤمن؟ ملي تتسامح شي واحد غلط فيك وظلمك. تتسامح ليه تما عرف راك مؤمن. شتي الوقيته اللي شي واحد كيد تبيع وتشري معاه وكذا ويشتمتك او دالك واحد رزق وانت شادو وشاد عليه شاك وتقدر تمشي تدفعوا النيابه العامه وتدخلوا الحبس. وكتمشي وكتسول عليه تيقول لك راه عنده واحد مو مريضه وعنده واحد باه كبير في السن وتدير هكا وكتقول لا اله الا الله وتديرها زكاه. واحد صاحبك تيقول لك لا خصك تربيه بقاش مات في عباد الله وكذا كتقول ادخل سوق راسك الله يحبك فوتني عليك. شتي الوقيته اللي زوجتك شي نهار كتكون غاضبه وكتقول لك شتي انت ماشي راجل يخ على النهار اللي خديتك فيه. تخيل صاحبي الكرامه ديالك تتضرب باق وتتزير بحالك وكتقول انني غنصوت فيها هي وقبيلتها والبلاد. وكتعض على دراسك كتقول تبعت راسك في الحباس فراني حباس حباس حباس. الله يا ودي الشريف كاع هذا الكلام كله. يا سيدي انت وكذا وانت وكذا. وكاع انا خايب على الدرجه كاع. الله يا ربي الله وما سحبش ليا. كتبدل ساعه اخرى. شتي ديك الساعه الوقيته اللي كتعض على دراسك وكتكبح كدير الفرماله. والوقيته اللي كتبان لك شي حاجه عيبه. شي حاجه عيبه في الدار. واضرب الوقت. العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع. ماشي بسرعه دغيا نجي نصحح بستيلو احمر. اذا دابا علاش الله سبحانه وتعالى في القران الذين امنوا وعملوا الصالحات، الصالحات قالها في الجمع. ما قالهاش في المفرد، ماشي قالنا وعامل صالحا وعملوا الصالحات. قال لنا عملوا ما قالش نفعلوا. عملوا. فهنا عاف اخويا الحسن. علم شي حرفه للزوجه. الى عندها وقيه تخليها تقرا شي حاجه في في في, في العرف ديال الحرفه ولا اللي كان. وما يكونش مجمعكم غير على الماكله والفراش. ما يكونش مجمعكم غير على الماكله وخسر الفلوس وجمع الفلوس واشتري الحوايج وعمر الكوزينه وعمر الصالون. ما يكونش مجمعكم غير هو هذا. خاص تكون عندنا الكليمه والضغيمه. خاص تكون المراه مهتمه واحد السويعه في النهار تذكر هي وراجلها بشي حاجه اخرى. ما ندوي لا في القضيه لا في الديون. هذاك الشيء راه ما كيساليش. هذاك الشيء ما كيساليش. شتي الا كانت عندك مع مرتك وكانت المراه عندها راجلها واحد السويعه المذكره كتجي حلوه. مره على الطبيعه، مره على الامور اللي في البلاد، مره على التغيير اللي كاين في البلاد، مره على هذا الشيء اللي واقع في العالم في الدول، مره كل مره تجي السويعه بحالكم مذكره، مره من عندها مره من عنده. مره يلقحها مره تلقحو. نكته ضحيكه دغيمه. تتولي هذيك الحياه غادا نحلها. انت بروفيسور يعني من خلال البرنامج كيجيونا بزاف ديال التساؤلات اشخاص يعني مقبلين على الزواج وكيبقاو يعني متخوفين كيفاش غادي ينجح هاد العلاقه، كيفاش غادي نسعد مثلا الطرف الاخر. واش مزيان انه الواحد يكون عنده هاد النوع من التخوف ولا خصنا نكونوا شويه مهورين وندخلوا العلاقه؟ لا ما خاف عليه حس. اما اللي عنده الجلد ديال التمساح هذاك تيقول لك انا قاد. شتي اللي تشوفه خايف هذاك هو رقيق القلب. اللي تشوفها خايفه تقول لك وانا ما عارفاش لربما
هو تيقول لك انا خايف شي هذا في خير السيده شي السيد حسن ومرته هادو فيهم خير لانه باغي يمشي مزيان خايف عشان كلي تيكون متاكد عندنا حنا صيغه العلم وصيغه المعرفه راه قلت لكم الفرق بيناتهم العلم هو واحد من عائلتكم جات يبري عليكم في الدار البيضاء عنده معلومه صادقه ثابته انكم كتسكنوا في الدار البيضاء ولكن ما كيعرفش الدار البيضاء ما عارفش يوصل للحومه شتي الفرق ما بين العلم والمعرفه انه المعرفه عنده المعلومه وعارف الدار البيضاء كيقول شي واحد الله يخليك فين جات جميله جوج تيقول ليها فين تيطلع الجميله جوج كيدور مع الزناقي طع 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 تيقول ليها الدار ها الدار الكناني اما اللي عنده فقط المعلومه والتناري وطاح في شي واحد وصيفطوا ضربوا عزه ومن ضربوا عزه دوروا سيدي رحال ومن سيدي رحال صيفطوا البير جديد هو عنده دوره في الدار البيضاء وراه مشى قرب الجديده وشوي عاد قالوا لي اودي شنو قلتي لنا انت قلتي البير جديد ولا شنو قلتي حي عادي وترى صحابنا قلتي البير جديد وترى حي عادي راه خصك ترجع لبنت اشفين فين جا بنت اشفين وراه حدا المحمديه مشى السيد الزناته عاوتاني ضرب ليه بقى سيمانه هو كيدور هنا علاش لان عنده المعلومه عندوش المعرفه فلهذا اللي تتشوفو متاكد عارف عنده معرفه شتي ملي كنطيحو حنا كنقولو المغاربه واحد العارفين شتي ملي طيح المراه ولا الراجل في واحد العارفين راه عندهم التاكيد هذوك علاش هو سيدنا الخضر عاد يغيز ما كيترددش شد السفينه دلها طق طقبها ما بقاش كيقول واش نتقبها دابا ولا تمنى ساعه ولا نتقبها بلات شويه طقبها شد الري غيز وذبحو ما بقاش كيقول واش نحس ليه شعره واش نجبر ليه ودنه واش نقرصو وقتلو شاف الحيط مشى طار عليه صيبو شي صحاب شتي العارفي العارف ما كيترددش وريني شحال واحد من العارفي وراني قلت لكم في الترتيب علاش تقبل السفينه قال لينا رساله حنا غنمشيو دابا عاوتاني للتحليل ديال الخطاب اللي كتقرا خرق السفينه شنو كتعني كتعني بغى يحافظ ليهم على السفينه باش ما يديهاش هذاك واحد السيد تما كيدير شي حرب مع شي وحدين كيستعمل السفن ولكن في المرموز صيفط لينا اس ام اس من هذاك الوقت من الوقيته اللي تلاقى مع سيدنا موسى صيفط لينا اس ام اس لينا حنا المسلمين قال اس ام اس للمسلمين صيفطوا كنشدو حنا كنقراو في المسلمين قال لينا بالمرموز يا معشر المؤمنين عندما تؤسسوا مجتمعاتكم ركزوا على مناصب الشغل لابنائكم شنو المرموز شنو قضاها لينا شوي ملي ذبح الغلام مع سيدنا موسى اللي الواقع هذا الغلام احنا المرموز دار لنا اس ام اس صيفطوا لنا من وقت جاي شوف لو فواياج دون لو طون شوف لا غولاتيف ديال اينشتاين جايه قال لنا يا معشر المسلمين ملي تاسسوا مجتمعاتكم حاربوا الفاحش وحاربوا الحرام اللي هو صغير في المجتمعات قبل ما يكبر تحصلوا فيه فلهذا الرمز ديال ذبح الغلام راه ماشي مقصود الغلام راه الفاحشه ما حدها في رمز الغلام باقا صغيره مرحبا اذا نواصلوا باقي المكالمات ناخذ بشرى من كندا الو الو معنا بشرى من كندا الو بشرى الو الو السلام عليكم بشرى مرحبا سلام اختي لاباس عليك الحمد لله الله يبارك فيك لا بشرى لاباس تدريبي لاباس عليك لاباس لا بشرى مرحبا بك انا تهضرت معك ربي خليك انا هضرت معكم لا سيمان باسي ولكن كان الخط ما شافش ليا مزيان وكنت مرتبكه يا ما عاودش لك داك السيد بدي طاير الله يرضيك واش على داك الوليد اللي ما كيهضرش ومشيتي ومشيتي كلشي بدي طاير وما عاودش لك داك السيد اللي قالوا ليا يلا تفضل كمل الله يجازيك بخير على الشدري مرحبا بك لالا مرحبا تفضل دابا الوليد انا نقولك في الاول كانت عنده دوز ويدني شفت البيدياتر قالت لي راه عنده روتار بلونغاز خاصك تشوفي اورتوفونيست ولات هي هذيك وكان شويه متعصب مع خو بزاف كيضربو من بعد سيدي دخلته للكاردو على دوز اون اف موا في الاول ما كانش منسجم شويه منسجم معاهم ولا كيلعب مع الدراري شويه بدا كيهضر شويه بدا كيهضر داك الشيء قالت لي نيت في الكاردوغي ديك لي ديكاتريس ديالو راه شويه من عاد ماشي شعبي بزاف هو شويه شخصيته هكاك شويه انديبوندون من بعد سيدي بقى معاهم شي بقى شي ديموا مع ديك لي ديكاتريس كانت كتبغيه وداك الشيء منسجم معاها كيبغيها كيعنقها داك الشيء هي هذيك من بعد انا صافت المغرب واحد
سبتمبر سبتمبر اكتوبر ملي رجعت من المغرب بدلوا لي لي ديكاتريس وبدل الجروب ملي دخل عندك هذيك لي ديكاتريس ما بغى ما نساجمش معاها بقى معاها 3 موا والو ما كيهضرش معاها معانا حنا كيهضر ما هي ما كيهضرش معاها هي لحظات عيطت ليا قالت لي راه ما كيهضرش معايا انايا المهم 3 موا نهار صافي انا بديت برزت قلت لك ما هي ما بغاتش معاها كان كيدير عندها بيبي هكا فاش كيدير لاسيس كانت كيدير بيبي وبحال ما كيرضاش ديك الساعه شحال في عمره ديك الساعه شحال في عمره ديك الساعه عنده 4 عام دابا 4 عام لا لقيت لي هاد الواقعه مع هاد المربيه شحال كان عنده غير هاد العام اي فوكتو كانت عنده بخاسكا يعني فهاد لا رونتري سكولير فهاد الشيء هذا فهاد الشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي يعني قريبه 4 عام تكون عنده يعني بقات لي 3 موا هكاك المهم ما كيهضرش معاها ما كيهضرش مع لي زامي في الاول من بعد انا بديت كنقلب مع قلت لك ما عجباتوش ولا ما ارتاحتش ليها ولا واحد النهار قال البابا راه خنزلات فيا يعني الا قال لي راه دات فيا كوم هكا ميشو وهو كيدير عندها بيبي وكان نمكي واش ما كيعجبوش الحال قدام لي زامي فاش كيدير لاسياس هكا كيدير بيبي ولا كانت كتخنزر فيه ولا ما فهمتش هي هذيك وهو اصلا فاش كنجيو عندنا صحاباتنا ولا كنمشيو عند الناس هو في هذه القاعده ما كيهضرش مع الناس مع ولاد صحاباتي وداك الشيء هذه فيه ما كيهضرش معاهم من بعد انا صافي تبرزت قلت غنشوف لي شي كاز دوري اخرى كان هذيك اللي ديكاتريس ما تعاملتش معاه مزيان ولوكتوفونيست كنت شفتها لا بخومييغ فوا فاش شفتها قلت ليها قالت لي لالا بوشرا شحال في عمرك؟ في عمري انا 45 منين اصلك من المغرب؟ انا من ازرو من ازرو لالا بشرى انت يا الى وصفتك واش معقده ولا مطلوقه انا حشوميه ماشي معقده وماشي انا غادي طلوقة. انا غادي نقول لك علاش قلت كلمه معقده انا غنقول لك علاش دابا انت هي باركه في واحد الريستورون كتاكلي وشتي شي طبله علي من طبله على اليسار كيشوفك كتاكلي وكيضحكوا اها غتبقاي مكمله الماكله ولا تحبسي كيشوفوا بيا وكيضحكوا غتبقاي مكمله ماكلتك وعاديه ولا غتزيري وغتحبسي وغنقول علاش كيضحكوا وغنفكر عا كنقول علاش كيضحكوا وغنتبرزط شويه حيت ما انا حطيتش ولدك عنده 4 سنين ورد البال انه الدراري كيضحكوا عليه حيت بال واش ما كتبانش لك شويه فايد القياس ولا لا واش تبعتي معايا لالا واش اش كنقصد فهمت واش ما كتلاحظش ولدك 4 سنين كيبول ورد البال ضحكوا عليه وعقروا خاطرو لما نشبهنا ليك ولا لباه انت فاش غتقولي لما نشبه غيكون شبه ليا راه ولدك انت اللي عارفه انا عطرحت السؤال واش شبه لك انت حيت نتوما العيالات كنعرفوكم حنا وتحدقيه وتبغي تستيكي جلب وتجرها وتقادها وتبغي تقاد صباطو ولا خرجت عن الطاكسي ودازت وتغبرات غير شويه تزيد حتى تمسح بالكلينيكس والصاك ديالها خصو يكون كيشبه اللون ديالو هذاك السروال والسروال يكون كيشبه الصباط ولا بركات كتبقى حاضيه جليلها وقاده بحال هكا هذا الدري هذا ما مطلوقش ما نطلقش شتي لا شتي شي دري كيهضر مزيان راه شرب القوه ديال الام شتي شي دري متلعتم في الهضره باجي ما شربش القوه من الام الا شتي شي دري مطلوق تيمشي عند الناس ويسول فيهم دو فيهم شرب القوه ديال الام الا شتي شي دري عايت خبا وهذا ما شربش القوه ديال الام تبعتي معايا فهمتي دابا انت ما مشرباش القوه ديال الام لولدك شتي لاش شي واحد كي عنده عبد الحليم راه الفن جايبو من امو عبد الوهاب راه جايبو من امو وراه الاب راه الملحه ديك العلاقه الاولى كل شيء الام وكل شيء حديثي ناس الله امك راه ساريه امك جوج سواري امك ثلاثه سواري ابوك ساريه وحده ولا شتي شي واحد كيتكلم اكسترافيرتي تايضحك كيصبر كيدير من امو باه اش داير باه جا دردر الملحه ديالي عليه ترطط قال لي الله يرحمك الوالدين الشريفه شتي لا مشيش من الحب باه كاع داك الشيء اللي عطاته امه يفسد شتي لا من الحب باه بزاف يحنجرو يولي قاصح على اليد وما يتشنقر معاه
الام تتجيب لك الطين باقي رطب، الاب كيعطيه الفورمه النهائيه ديالو، كيدخل الفران تيملحو تيكرمو تيدفعو المجتمع. دابا هنا خصها هاد النقطه ديال ولدها الي جيني، يعني يعني تخيل ما بقاش حتى هو ما بقاش واش ما بالك فايت 4 سنين اربع سنين الدري راه تيبول قدامك، كتبدل ليه نتايا ولا كتبدل ليه حاجه وكيبول. تخيل ملي تشوف دري 4 سنين كيبول حاضر راسو، ما بقاش 4 سنين هنا راه كبر. شكون اللي كيبدا يحضر راسو؟ ملي كتبدا 6 سنين 7 سنين كتبقى البنت راده البال لحوايجها، اما تحت من 5 سنين 4 سنين راه باقي هذيك البراءه ديال الاطفال. هو داخل بيدو مسخين ونفسايل وتيبغي يبوسك، وانت كتقول ليه اوليدي ما تعرفش سيدك، كيتلح عليك كيجي كيبان لك قصعه السكسوه كيتخشى فيها، ما عندوش هو الصوره، ياكل بليمنيه يدردر عليه يخرمز راسو، ما عندوش هو الصوره. فوقاش كنبداو نديرو الصوره؟ راه ملي حنا الوالدين كنعطيو في الصوره. تخيل الدري كتولد غدا به مول عند العائله، كتلبس لي احسن لباس صباط، هو كيمشي لعند جدك حيت صباط، كتشوف متابعه. علاش؟ لان ديك الصوره ديال الجاكيطه اللي شراتو السروال شات خصها تجي مع الصباط. هو ما مسوق الصباط، هو باغي بالحفه شويه، سرات ليه السروال النحله، هبط يلعب مع الجيران عند الباب، طاح على ركبته كيلعب معهم البي، كتشوفها هابطه وكتمسح ليه السروال وموقفه. علاش؟ لان السروال بالنسبه له ما خصوش يتحك. علاش الامريكان كيديروا ليه الجنويير هذوك الحرادات؟ لان عارفين بغي يتحناو، ولا تحنا ولدك فيه خير. مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر من خلال برنامج بكل وضوح، غادي نواصلوا باقي المكالمات. معنا فاديه من الدار البيضاء. الو فاديه. الو السلام عليكم. ذكرني عفاك باقي واحد الاضافه. ايه واخا من تفضل بشرى. مرحبا فاديه. واخ شكرا، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج وعلى النصائح اللي كتقدموها لنا. مرحبا لله، وكنتمنى لكم التوفيق والاستمراريه. شكرا لله. مرحبا. مرحبا فاديه تفضلي. بون عندي بزاف د الحوايج، ما عرفتش منين غنبدا، ولكن انت غادي دير لو تري ان شاء الله. تفضل يلا. الله يقدرني. عندي جوج حوايج كثرني في الخاطر ديالي بزاف. شحال في عمرك؟ 35 عام. علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، لانه ما كنطلبوش من راسنا اننا نجاهدوا او لا غير على الاقل الانسان يدير هذاك لو مينيموم اللي هو الورد اليومي ويفيق الصباح ويذكر الله ومهم اشياء بسيطه ما كنديرهاش. ثاني حاجه اللي كضرني في خاطري هي انني انا انسانه شويه معصبه وكنتعصب على بناتي بزاف. عندي جوج بنيات، وحده عمرها 10 سنين وحده عمرها 5 سنين. بون غنقول لك شي حوايج على راسي باش تقدر تاخذ الفكره عليا. انا انسانه معصبه وحساسه وذكيه، كنعاني من الملل، النعاس بزاف والخمول. والسبب اللي خلاني نتصل بك هو انني ما باغاش هذاك التعصب اللي فيا ناثر به على بناتي. عندي جوج بنات تبارك الله كيقراو مزيان، سورتو الصغيره اللي عندها 5 سنين تيقولوا لي الي اكسبسيونيل، وكنت باغا نجي عندكم اللوكابيني باش نستافد منكم باش تعطوني شي طريقه باش توجهوني في التعامل مع بناتي في المستقبل. وعندي مشكل كيفاش نتحكم في هذاك الغضب اللي عندي، انني ممكن يوقعوا لي مشاكل مع الجيران مع الناس، ما كنخرجش هذيك لا كولير جو لا كونترول، ولكن تندخلها لداخل، يقدر بناتي يديروا شي حاجه اللي هي سامبل تنفرغ فيهم هذاك الغضب. واخا. وبغيت نشير لك واحد القضيه، انا كنتبع عند نورو بسيكياتر باش نقدر نتحكم في هذاك الغضب اللي عندي. ولكن شنو العمل ديالك يلا؟ انا عندي نيفو باك بلس 5. والعمل ديالك؟ ما خداماش، جلست في الدار. علاش ما خداماش؟ جلست باسكو كانت عندي البنت شويه صغيره وبقيت ما خدمتش. الوغ دابا الى حيدتي ليا هذه الكلمه د غضب، حيدها واخا ودير حداها ان انرجي اكسبلوزيف. انرجي اكسبلوزيف، طاقة متفجرة. ياك؟ دابا هاد لينيرجي اكسبلوزيف صالحة ولا فاسدة؟ واش شي حاجة مهمة تكون عندنا انرجي ديكسبلوزيون ولا ما خاصش تكون عندنا؟ لا خاصها تكون. فين غنخدموا بها؟ غتكسبلوات في دي شوز لي ما بوزيتيف. لا عطيني توجور، خليني في الفيزيك. نعم؟ خليني في الفيزيك. في الفيزيك؟
دابا حنا في الدومين ديال الفيزيك. لا لا ماشي الفيزيك لو كور في الدومين دو لا فيزيك سيونس فيزيك لا فيزيك لا فيزيك دابا ان انرجي ديكسبلوزيون عندنا لورانيوم عندنا لي كاربورون عندنا اون بو كرييه اون اكسبلوزيون فين نقدروا نستغلوه الصراحه عندك سيارة حركة. عندك حركة. سيارة عندك سيارة نعم عندي سيارة شنو تيطرا في الموتور ديالها هذيك لابوجي كدير واحد ميتانسيل اييه وكي لونسا لانجيكتور كي لونسي الكاربورون كتوقع اون اكسبلوزيون هذيك الاكسبلوزيون كتخدم السوباب دونك لينيرجي ديكسبلوزيون كيخصها محرك والمحرك تنديرو ليه سيارة اولا كنديروه في تراكتور ولا كنديروه في باخره ولا كنديروه في طياره بالك يعني الا ما خدمتش بلينيرجي ديكسبلوزيون باش نديرها في محرك والمحرك ما حطوش واحد المركبه والمركبه ما نخدمش بها كتوقع لك اون امبلوزيون شنو هو الفرق ما بين ليكسبلوزيون والامبلوزيون الامبلوزيون في الداخل بحالاش كتحس بلا بريسيون في الداخل ديالك الامبلوزيون سي ليفوندرومون de la structure qui est واحد لا بلانيت عندها واحد الغشاء هكا والنواه خلق واحد البريسيون هذيك البريسيون كتشد الغشاء الخارجي ديال الكوكب ما كتخليش ينهار الداخل كتوقع امبلوزيون ملي كتولي بريسيون اكستيريور اقوى من لا بريسيون انتيريور وكتشوف هذاك لا بلانيت كتكمش بحال شي كاغط وتتنهار الداخل هذيك هي الامبلوزيون راه سي اون اكسبلوزيون دون اوتر مانيير فدابا هنا قرايتك قرايه مهمه شنو قريتي لاله كان عندي باك سيونس مات ودرت لي سي جي ومن لي سي جي درت ماستر فينانس مينو فينانس بالضبط شنو كيخول لك هذا الماستر فينانس دير له ديت شنو كيخول لك لو طرافاي في كاع لي سوسيتي كاع لونسينيومون وعلاش ما اشتغلتيش في هذا القطاع ديالك نعم علاش ما اشتغلتيش لانه انا كان عندي ان اسبري سيونتيفيك وكنت باغا ندير لا ميديسين وما توفقتش للظروف ودرت ليكونومي شي حاجه اللي كنكرهها وعندك الكفاءه ديالها ما عندكش بليز او موا حيت كنت خدامه كانوا الناس ساتيسفي مني ما كانش عندي ان بروبليم في الخدمه كنت خدامه في السيرفيس كونتابيليتي وكنت شاده لي سيرفيس كليون وكنت قال من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى شنو فهمتي منها من ربكم كل... من ربكم يا موسى فرعون تسول موسى من ربكم يا موسى ترد عليه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني كل واحد أعطاه الله شي حاجة فيه وكيهديه باش يستمرها وانتي يا أنا نعسها وشنو غدير لك هذيك الحاجة شنو هي هذيك الحاجه اللي عطاك وبغاك تستثمريها في مجال العباد هذيك الحاجه حيه ولا ميته اللي عطاك عندي لا كونفيزيون ما كنقدرش بحال ما عنديش الاراده كنبقى نفكر اليوم راه غدا غندير ان بلون غندير هادي صباح تنصبح كندير لو نيسيسير لا لا فاديه اللي غالب عليك هو الصيغه المثاليه كتبغيها تكون بارفيت ولا بلاش ايه لو نوار ولا لو بلون قال لي هادي راه ما خدامهش بنت عمي دراني قشعتها غير من الحوار معاك شتي مشيتي شتي مشيتي ما كتشبعيش شتي مشيتي لا نوسيون دو لا بيرفيكسيون وعرفتي راك عبرتي عليها في الجمله الاولى ديالك في الجمله الاولى قلتي علاقتك مع الله ما قلتيش علاقتي مع ربي شنو الفرق انك تسمي الله وتسمي ربي الله تنحسو بعيد عالي و ما حال انا ما قررتش مشيتي الاسم الجلال الاعظم تقدي عليه لا واش داك ليه انا بغيت غير ندوز فرحمته دوي في ربي قول لي انا عندي علاقه مع ربي واخ عرفتي تمشي المقام الالوهيه ولا راني 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 انا راني راه واعرتم سيري المقام الربوبيه فيه الضل وساهل وكندخلوا في رحمته لان احنا فقراء عياله بزاف فهنا شي عفاختي خصك واحد الصيغه ديال الرحمه وديال التواضع وتقبل انك تاخذي النقد ما كتقبليش تنتقدي راه اللي تينتقدك راه تصعري كتجيني لا كولير هنا بنت عمي لا راه اللي ينتقدك راه وراك عورتك
خير واحد غادي في السروال متقوب جيت فخدو عاتي يمشي كيبان فخدو. واحد جا قال لي فلان راه السروال متقوب بغيت عاير معاه تقول له الله يرحم والدين اللي وريتني عورتي. وراه كذلك المعرفه والعلم، راه ملي كطيح في شي واحد عارف راه مزيان تكون متمكن من شغلك، ولكن سير قلب وسعى في الحاجه اللي ما تتعرفش. فدابا انت هي في 35 سنه ومازال ما برداتش فيك هذيك الحراره، عرفتي فوقاش كتكون هذه راه كتكون ما بين 15 و21 تما كتكون الصيغه المثاليه عند المراهق والمراهقه، ما تيتقبلش واحد ينتقده في الجسم ديالو، ما كيبغيش يتقبلش واحد ينتقده في كلامه، دائما هو عنده لا 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 لا, لا, لا. ولكن اكل خرجوا 21 22 كنبردوه كنقول له عفا ولدي والله ديالك وتواضع ولا تحنا نجيبوك اللي فوق منك عيط قريب يتحنك. ما عندها حتى علاقه بداك الشيء حنت لانه ما حقاش كانت باغا دير مثلا طيب وما دارتوش كتحس لانه اشنا هو السقف الاعلى ان تجسيد صيغه المتعه هو الحرمان. يعني 100% صيغه المتعه هو الحرمان، 99 ديال صيغه المتعه هو الحرمان، هي اقصى مدى في تجسيدها ما بين 50 و80. شتي تفوت فوق 80 خصك تولي تشم الغبره، خص واحد يولي يشرب الشراب، خص واحد يحماق. ها علاش بزاف الناس كيبقى يتمتع يدخل صيغه المتعه يدخل صيغه المتعه حتى كيلقى راسو في الادمان، حتى كيلقى راسو في المخدرات، وهو ما اصلا ما كيحبش هذاك الشيء. شنو اللي جعله يوصل ليها او جعلها توصل ليها؟ انهم بغاو يجسدوا 100% من صيغه المتعه، 100% هي الموت. تفضل بروفيسور نكملوا مع فادية. لا خير في قوم لا يتناصحون. عندك صحاب والحباب النصيحة راه هي تقول لواحد ها كيفاش توضى، ها كيفاش تاكل. راه النصيحة الأولى هي تقول لواحد راك ما تتقنش شغلك، واجي نوريك كيفاش شغلك يتتقن، وإذا وريت كيفاش تقن شغلك وما تقنتيش غنجري عليك، حيت خاصني نجري عليك لانك انت ما باغيش تقن شغلك. شتي شكون هو اللي كنصبروا معاه وكنجاملوه؟ هو الطفل الصغير نعلموه الكفاءه وندربوه هذاك كنجاملوه، اما الشخص الراشد البالغ اللي كيطمح ياخذ المسؤوليه هذاك خصنا نحوطوه وندربوه تقبل النقد، تقبل والنقد. علاش ما كنتقبلوش حنا في العالم العربي؟ منين جا هذا انفلات اللي ارفع مقام اهداه لنا سيدنا رسول الله؟ انفلات استنجليسما اين مقام؟ لا وساطة في الاسلام بين الرب وعبده، لا وساطة، ما كاينش الوسيط. الدين الوحيد اللي ما كاينش الوسيط ما بين العبد والله سبحانه وتعالى هو في الإسلام، العلاقة المباشرة. السر فين هو؟ أن الله سبحانه وتعالى ما كينتقدكش، ما تيقولش لك صحيح أم خطأ، ما كيصححش لك، ما كيصيفط لك جبريل والملائكة يقولوا لك راه مقبول ولا مرفوض، فتيبقى عندك انت لو ليبر اربيتر انك تقول على نفسك مقبول وتقول على نفسك مرفوض وتقول على نفسك نص مقبول ونص مرفوض، قول اللي بغيتي، ولكن وضع لينا وسطنا في الأمة علماء فقهاء عارفين، تواضع ليهم، تواضع ليهم، تمشي عند واحد العليم ساكن في واحد المدرسه قرانيه مصيبه بالنواله عنده بلغه وجلابه، وانت عندك الدكتوره وكتهضر باللغه وعندك السياره، تقدر تصبر يلاحظ عليك؟ ويلاحظ عليك وسط الجماعه وسط 100 واحد كيصلي الجماعه يقول لك لا سيدي الله يرضي عليك نوض قاد تشكر شغلك، لا ماشي هكا، لا ماشي هادي، تشدك عزة النفس ولا تصبر؟ تمشي لواحد المقاولة تخدم فيها والباترون ديالك واحد السيد عروبي ما كيعرف كاع يكتب ما كيعرف كاع يسني، تيقول لهم ولدي فين سني فين؟ هنا الشريف، هنا سيدي هنا، ويوظفك وانت انجينيور وانت عندك الدكتوراه، ويقول لك الباترون ديالك وانت ما تعرفش، ترضى؟ تقبلها؟
ما تشدك عزة النفس. شو 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 هاد مول الشكارة تيفهم عليا وانا قاري حسن منه خصني المنصيب ديالو. شكون انت اللي تقول خصك المنصيب؟ مول المناصب عطاه هذاك المنصيب. تعرف حسن المنصيب ديال ربي ابتلاه بك وابتلاك به. فهنا من لي هداني سيدنا رسول الله لا وساطة لا وساطة. خلا العبد جبنا الدين جبنا الفقه جبنا الشريعة جبنا العلم وقلنا منكم الملاكم الله سير. وجبن لنا عليه الرحمن الرحيم. فين غيوقع القليسمة؟ من اللي درنا لوتو ساتيسفاكسي. من اللي صبح العقل الإسلامي يقهقه في غيابات حنجرته الاكتفاء. ما بقاش في حاجة انه يستمع الصيني ويتواضع امام الاوروبي. لا، هنا في الغالين نربط مع لالة بشرى. اين انتم واين نحن امام الغرب في صيغة الضعف لو سنتيمون دانفيريوريتي. تعلم واحد متى يرضى يمشي عند الغرب تيصبغ شعره. شحال من واحد يمشي عندهم ويبدا يتقن في لغتهم كانه هو ما كيفهمش كيقول وراه ما عارفش اسرار اللغه ديالهم. شحال من واحد يدوي معاه ولد بلاده دم سنانه ويدوي معاه واحد اجنبي وتيولي ليه هذاك الكانيش اللي كيدير الزيت على شعره وتيدور واحد جوج دورات على رجله ويدير فملي كيجيك واحد صغير ويقول لك شنو كتعني صيغه الضعف وشنو كتغني صيغه الحقره. عندك تحاب راه الحقر هو اللي تيحقروه الناس. راه كاين اللي حقر تيحقر راسه هو الاول، كاين اللي كيحقر راسه هو الاول. ولا حقرتي راسك وضعتي نفسك في السنتيمون دافيريوريتي. فكاين ولادنا كيذكرونا صيغه الجلاله تيقول لك انا ما صغيرش قدامه هو ما كبيرش قدامي. هو كبير في حوايج وانا كبير في حوايج. فهنا نصيحتي لالا بشرى هي راه ما مشاتش للمجتمع سميتو الجنه في كندا ولا امريكا ولا سويسرا ولا فرنسا ولا اللي كان. مشات لواحد المجتمع فيه ناس عندهم قسط من الذكاء وعندهم قسط من الاخطاء وبذكائهم هما فين رابحين. كيخدموا بالذكاء اللي فيه المشاركه la notion de la gestion participative. هما عندهم البرينسيپ دو لا فورميليير. احنا عندنا الاذكياء بزاف ما كيقبلوش يتعاونوا ما كيقبلوش. هذا ما يرضاش هذا، هذا ما يقبلش هذا. تخيل كان كنعرف رئيس شركه ومدير شركه تيقول لي والله ملي بغي ندير اجتماع كيف يتشرطوا عليه. تيقول شكون يحضر معايا في الاجتماع؟ حاضر فلان انا ما جايش. قال كنولي ندير اجتماعات متعدده حيت هذا ما بغاش يبرك ليا مع هذا. هذا راه مقاوله. لا لا، في امريكا قلت لكم حولوا في 1885 وطيل في خمسة طبقات كحزوه في 5 متر في الطريق واقف شاف شونطيشات صفاره بحال الاربيتر مقابلين معاه الخدامه مسرسبين تحت 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 الوطيل شادين الريفيات صفاره صغيره ان كار دو تور نص صفاره دومي تور صفاره طويله تور كومبلي والوطيل تهز كله مقاد. علاش كيقبلوا سمعنا واطعنا. احنا عشرة جوج يقول لك ما كنحميش هذا ما نديش ريونيو معاه. الاخرى تقول لك انايا هادي نبرك في المستوى عندها هي باك بلس او انا عندي باك بلس 28000 ونجلس معها هادي في الاجتماع. نو تخيل تيولي مسكين المقاول ما حيلتو المردوديه ولا حيلتو المنافسه ولا حيلتو شد الخواطر. كتولي كلشي عندك كيتوهم في الشركه كلشي الوهم. خاصك تما داخله واش هاد لا جايبه معاك المقارج جايبه معاك الزايف كل واحد كيتشهى. اش بغيتي يا بنتي باش نديرو اجتماع تشربي الحريره هاك؟ اش بغيتي يا وليدي تيا اتاي وزيد وليداتي ونتباوسو ونتعنقو ونراريو وعفاكو وعقبلو وتخيلو قاس هو شنو عنده في مخو حمصه وفوله وجعدسات. سيادو عندهم العجب في عقولهم وكتعطيه ملاحظات يقولك وي ما كتشوفش الغربيين كلهم كدوي معاه تيبقى يحرك راسو جهه وي هاكا كيديرها. انت كدوي معاه هو كيحرك راسو بحالك باقي ما قلتي ليه والو كيبقى وي. انتما شوف الاستجواب. تدوي مع الصحفية كتقول ليه مواطن عادي خبير هكا تدوي معاه وي كيقدر راسو بحالك. نعم ها عنده في الدم. نعم احنا
انت باقي ما كملت. لا مش قلت لك لا 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 عمس انا غنمشي بعاد من ذلك. فين غتمشي بعاد؟ عارف البعد بعدا. انا غنمشي بعاد من ذلك. لا لا اسمح لي. لا لا شوف 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 يا قلت لكم الزلاق. علاش؟ لانهم خلاوهم الدين ديالهم اللي اطرم في الاول دارهم الوسيط. ما معنيتهاش بان احنا عندنا بنيه خاطئه. راه قلت لكم الليبرال بيت حنا عندنا الحريه ولكن ما عرفناش ناثروا هذه الحريه دي للاسف. فنصيحتي لاله بشرى ركزي فرقي ما بين شخص ولدك وما بين صعوبه ولدك. الا بقيتوا مركزين غير على الصعوبه ديال الدري اللي هي الصعوبه اللغويه والاندماج وكذا وكذا شعلتوا الشخص ديالو كله يساوي الصعوبه ديالو. اما شتي الصعوبه ديالو قدام الملايير ديال الخلايا اللي خلق ليه الله في الدماغ ما تتساويش الضفر الصغير ديال سبعه الصغير في الجسم ديالو. وتخيل دابا انا غنعطي قيمه نحقر الجسم كله على الضفر الصغير. الضفر الصغير كنشدوه كنحكوه تنقلموه دغيا وكنركزوا على الوليد اعطيوه انشطه رياضيه وجعلوه يدير هذاك لوتوديريزيا. شنو هو لوتوديريزيا؟ ولا كيدير استحاسه الفن. راه كيدير هذاك البارح كديرها هذيك الفنانه الفكاهيه قول لي حنان بارعه فهي فنانة هذيك الله يحفظك استاذه حنان الفضيل فنانه هذيك فنانه. جوج ادوار ثلاث ادوار اربع ادوار تعطيك نفس الخطاب لكل دور تعطيك وجه لكل دور الصوت لكل الله يلعب قريه ديك السيده الله يلعب قريه فن فن ديك السيده فن. فهنا نعلموا ولادنا لوتوديريزيا نعلموا شويه ليمور ولكن ملي خصو يبدا من الكبار من الكبار. كتكون المراه وراجل معوضين العرس واش كياكلوا كي الحاضيه اللي حوايج واش قطر ويلي 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 طيحتي 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 شرمولة على الفيستا قد قد كيشوف فينا كاميرا جايه كاميرا جايه دور دور كحاج مبروك اختي مبروك ويلي دير الصاك دير الصاك دير كحاج 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 ويلي شويتنا شويتنا ها 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 هو غتولي تنافس حسن الفدا حسن الفدا ندخلوا العروض ديالك علاش ان شاء الله مالها بروفيسور بالنسبه للفاديه شنو نصيحتك لها يعني التواضع ترجع للعمل التواضع والله مشيتي حتى عطاك الله وظيفه ما عمرتيهاش الله لقيتي راحتك وهاد زوجي وداري الفلوس واشري وعمري الذهب وسافري وسيري اللي زير فيجي وسير اللي بغيتي والله ما عمرتيش بلاصتك في الوظيفه ديالك. شوف حنا هاد الشريف هذا جا من الله كيدور بلادو بلاد بلاصه بلاصه تيعرف انا اش كاين تيعرف انا اش كاين تيعرف انا اش كاين شنو شنو الحركه ولات في المغرب اداره شركات الاحزاب وحتى كلشي ولا شاد واحد ديناميكيه باغي ناس يتقنوا شغلهم. شحال هذيك كلشي عطل على الاوامر كلشي عطل على الفائده كلشي عطل على الحسابات. وزرع في المغرب الروح بالمبادره لمن لك انت لنفسك ليك ليك انت تقنتي شغلك ليك انت صنعتي شي حاجه ليك انت. علاش؟ لانه هو الوظيفه ديالو تخيلها من اللي تيقولها ملي كنكون كنسمعوا الخطاب شعرنا تيوقف تيقول لك المغاربه امنوني على انفسهم وظيفه الوظيفه الوظيفه والله ما عمرتي الوظيفه اللي عطاك سيدي ربي عطاها لك واحد في الامن تعمرها عطاها لك في الاداره تعمرها عطاها لك في الطبيب تعمرها عطاها لك تقابل نفسك وتقابل ولادك وتقلب خصك توصل ليها وقول عمال راه خدام علينا قول عماله والله ما مشاتش لقول عماله الا اللي ارتحت. اذا ناخذوا مكالمه اخرى معنا سناء من المحمدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. ألو بروفيسور. مرحبا. الله يجازيك بخير. يا ربي أمين حنا وأنتم لله جميعا. وليت كنتمنى كون تكون معايا في داري نستشر معك في كل وقت ونستشر معك في كل ساعة. شوف لا لا راه حنا راه بحال واحد النبتة خذي منها غير شوية تكثري راه فيها شوية المرورية. ولات أي حاجة في حياتي تنقول لهم بالله تحتان شد لي الخط نسول الدكتور. شوف. لا تحتان نسول. شوف شتي المقصود راه ماشي هو الاستشارة. المقصود هو أن نجعلوا بعضنا البعض نزعموا نخدموا قدراتنا الفكرية ديالنا ودائما نقبلوا نغلطوا حيت علاش الله تيقول لنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. راه ما داويش لنا على الكفاءة داوي لنا على النية داوي لنا على حسن الظن داوي لنا على الصفا. مرحبا لاله مرحبا.
بغيت غير نستشر معك الله يجزيك الخير. ان شاء الله الله يكرمك اختي. الوليد ديالي دابا عنده 9 سنين، المستوى ديالو الرابع، ومن لا كونت سيكسيون هو في واحد المؤسسه. دابا ديك المؤسسه ما بقيناش مقتنعين بها من ناحيه المستوى ديال القرايه. ولينا حنا باغيين نحولوه مدرسه اخرى. هو الدري رافض ليا نهائيا، عجباني مدرستي، باغي نبقى في مدرستي. انا تناخذ الراي ديالو الصراحه، تنقول ليه كنحاول ما امكن انني نقنعه، واني ما عرفتش كيفاش غادي واش نقنع. نعم. واش كاين فرق ما بين تاخذي بخاطرو وتاخذي برايو؟ شنو الفرق بيناتهم؟ وكاين الفرق. يلا اعطيني الفرق. انك تاخذ بخاطرو وتاخذ برايو، شنو الفرق؟ لا ما نقدرش نقول. علاش ما تقدريش؟ عندك دماغ وعندك ذكاء، وانت يا بنت المغاربه الحرار العلماء العارفين، غير تلقيه وكما تدهشي وما تخافي، ودخلي معايا وشوفي واش غتعطيك. ناخذ بالراي ديالو هو، بحال الراي عصاره، بحال اللي غتخرجي من ولدك زيت الزيتون. الراي هو عصاره. بحال غادي نحملو اكثر من الطاقه ديالك. راه خليك معايا في المثله ديالي الزيتون ونشوف اش غيطرى. واخا. الراي عصاره. يعني خاصني الزيتون يكون موجود بكميه ويكون عامر مولاي، باش ملي ندوزو على الحجره ويتحك كيخرج الزيت. شجره ولدك عطات الزيتون ولا مازال؟ لحد الساعه ما كنشوفش. الا عطات شجره ولدك في 9 سنين الزيتون، جيبي لي نتصور معاه، راه عندك عبقري. لا مازال ما عطاش. مازال اللي عطات شجرته صغير هو سيدنا اسماعيل، ملي قال له سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام: انظر ماذا ترى، اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. طلب منه الراي، لان ذكره نبي، كيدوي مع نبي. سيدنا ابراهيم نبي، وعارف هذاك الدري اللي بين يده نبي. فطلب نبي كبير من نبي، ماشي صغير ولكن باقي فتي في السن، لان هما ما صغارش، واخا تيكونوا صغار في السن تيكونوا في نفس المستوى النبوه. ملي النبي اللي قديم مع النبي الفتي قال له: اني ارى في المنام، قال لي كنشوف في المنام كنذبحك، فانظر ماذا ترى. واش طلب منه الراي، ولا طلب منه يشوف رؤيه، ولا طلب منهم جوج؟ فملي تكون مع ولدك لاله كتشد بخاطره فرق. اما الراي فهو رايك يا لاله، والراي ديال باه، وخاصكم تعلموا ولادكم يحبوا يخضعوا. شو قلت لك في الجمله؟ خاصك تعلم ولدك وبنتك ماشي يخضع، اتحبوا يخضع. وبغيتي تعلم من ولدك حب الخضوع، خاصو يشوفك انت كتحب تخضع. والله شافك انت عاصي، تعلموا حتى تعي الطاعة يخرج بحالك عاصي. أما إلا كنتي أنت كيأمرك واحد وكتقول نعم، كيصنهرك واحد كتقول أح ونقبلها، كيهديك شي واحد لشي بلاصة وكتهدى، كيرجعك شي واحد وكترجع. شتي إلا كانت هاد العملية ديال الخضوع عند الكبار، الصغار كيشربوها. أما واحد الأب غادي رئيس مقاولة، غادي مع ولده في السيارة، الضو الخضر، واقف شرطي، الشرطي صفر وقف السياره ديال بوه، كيعاود ليه الاب هكا حوار دار بينو وبين ولده، الضو الخضر، الشرطي صفر، الاب وقف، قال ليه ولده: بابا راه عندنا الضو الخضر خصنا ندوزو، قال ليه: لا ولدي، ملي كيكون الشرطي كيلغي الضو. قال ليه: هكا بابا انت رئيس، علاش يحكم فيك هو؟ قال ليه: ولدي انا رئيس في الشركه ديالي، خارج الشركه اصبحت مواطن، السلطة عند هاد الشرطي وعند الناس ديال الأمن. قال ليه: كنخدعو. قال ليها: بابا ولو كان في المقاولة جا عندك؟ قال ليه: إلا جا بصفة شرطي يخدعني، إلا جا بصفة مواطن نخدعو. قال ليها: بابا أنني كنسول على هاد الشيء، قال ليه: أنت يا كيزعجك؟ قال ليه: لا ولدي كيفرحني، ولكن محدو في السؤال مرحبا، أما إلا كنتي غتنتقد الخضوع انت ماشي ولدي. قال ليه: لا بابا، انا قال ليه كنطيح بحالك. الاب تخيل كينقل لي الخطاب ما بين ولده في الضوء
قلت لي هانيئا لك. حق الشفين هانيئا لك، هانيئا لك، شاريه المساويه كنكون كنساوي العود خصك تساوي الونيسون الوتر مع الوتر، عاد كتساوي بلاغموني الوتر مع اللي فوق منه. الا ما تساويوش الونيسون داك الوتر اللي مع الوتر، ملي تبغي تمشي لاغموني اللي فوق منه والله ما يتقاد لك. مستمعينا اللي سمحتوا لي توقفوا مع فاصل وغادي نرجع مباشره نوصلوا باقي المكالمات اللي كنتوصلوا بها دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. وجدنا لكم مستمعينا نوصلوا باقي المكالمات معنا. معنا بديعه. الو السلام عليكم. بديعه من مراكش. السلام عليكم. مرحبا لاله. مرحبا لاله، تفضل. نعم مبارك الدريبي. يا هلا لاله، تفضلي انت معنا مباشره. تفضلي. لا شكرا على واجب. والله الا انت عشان نقول لك ما شاء الله صافي. بارك الله فيك. الله يحفظك علينا. بارك الله فيك يا لاله، حبك الله ورسوله. اسمح لي شويه. تفضل. شحال في عمرك اللي بديعه؟ 21 سنه. مزوجة مازال؟ لا خويا لا بزاف. دراسة؟ ما قريت بزاف، سادس ابتدائي وخرجت. شنو السؤال ديالك؟ السؤال ديالي يا دكتور اسمح لي والله إلا شوية. كيفاش سؤالك؟ كيفاش سؤالك؟ شنو السؤال ديالك؟ دابا كان خطبني واحد السيد. المهم طلبني يعني راسي ماشي كان الوالد يهز ولا لا. ما فقط انا كنت عارفه مدة ديال عام يعني هو تقريبا هو العائلة. وملي قرب يجي للدار وقع واحد المشكل يعني ما بين الوالدين ديالي ديالو يعني على حسب الدار وهكا من قصة ديال الهضرة من هكا ولهكا حتى لقيت راسي يعني في واحد المشكل اللي كبير كبير بزاف. فين هذوك؟ بحالاش المشكل؟ مثلا والوالده ديالو اختو شويه صعاب شويه غير اللي كيقولوا يقولوا راه صعاب. الوالد ديالي اللي فات الخبر قال لي الا بغيتي هاد السيده خاصك تعزل ليها. يعني الوالد شويه بحال كنقول حنا فرحنا حنا عندوش يعني ديري وهو بغا، ولكن اللي فاقوا الوالد ديال الخبر تقلقوا واقيله و صافي داكشي سهله. ودابا انا هذاك السيد باقي كندوز دابا. هذاك هذاك السيد باقي شنو كدوي انت وياه؟ يعني باقي كندوي انا وياه. شنو 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 المقصود من نعم؟ يعني نتفق انا وياه يعني كيفهمني كنفهمو حتى بنتي بديعه. نعم. الدري الصغير ملي كنحيدو ليه الرضاعه كيبقى يمص الخبز. كنخليوه يمص الخبز ولا كنعلموه ياكل الخبز؟ لا كنعلموه ياكل الخبز. كنعلموه ياكل الخبز. أيه. كتقول لي وبركه ما تمص الخبز دابا بغات ترضع. دابا راه كاين انتيا حيت عندك فراغ بنتي في حياتك، ما كاينه قرايه، ما كاينه حرفه، ما كاينه خدمه. الحاجه الوحيده اللي كتعمر بها الفراغ هو هاد السيده. لا دكتور سمح لي. انا خدامه حاليا. يعني ما فيش خدمه مرسمه ولا شي حاجه، انا خدامه يعني الفراغ ديالي عامر. ولكن دابا ها انت كتشوف الطريق مسدود مع هذا السيد، وعلاش خدامه كتستنسي به وكتعمري به الوقت؟ والله لا اسمح لي دكتور، انا الحاجه اللي قلتيها على الراس والعين انا عارف. حيت بنتي دابا شنو غيولي؟ غتبقاو تشبتوا ببعضياتكم وغتبقى تولفي. بصح غتبقى تولفي واحد النهار حتى غتولي نعسها معاه وحامله غتولي واصله ليها، لان البنت الا حبات راه كتعطي. اليوم غدا في الاس ام اس، غدا في التليفون، اليوم في الاس ام اس، غدا في التليفون، وبنادم هذا راه كنهيجو. تولي انت تخيلي وتحلمي، يبدا هو يتخيل ويحلم، وشي نهار تيقول لك والو نتلاقاو. ايوا غتلاقاو غتشعبطوا. تفضل. ماشي مشكل، تفضل. يعني لا انا ما غاديش، انا عارفه لا انا ولا هو ما غادي نوصل لهذا الحال. وليسونس الى جا حدا العافيه اش كيطرى ليهم؟ لا دكتور سمح لي. لا دابا قول لي واحد الزقيفه واحد الجغيمه ديال ليسونس حداها واحد القيده على صغيره.
فعلا عندك صح فعلا. راه ربي خلق الذكر الانثى وخلق الانثى الذكر بنتي، وبغيتي تاكدي سولي هذوك البنات اللي طرا لهم سوليهم. فعلا دكتور، وحده تتصلي وحده محتجبه وحده كتخاف الله، وواحد كيصلي وواحد كيخاف الله، وانت يا بنت عمي راه بقى اليوم يشد الصبع، اليوم يشد اليد، غدا يشد الكتف، وشويه ولا تخلي اليد، خلات الشعر، خلي كذا خلي كذا، حتى ولاو الناس خلاص محتار مو محتار، ما زلنا ما عندي ما قلت هذا كثير. وا بنتي بادي، انا داوي على طبيعة الانسان، ما داويش عليك انت، ما داويش عليه هو. طبيعة الانسان ابنيتي، راه كنبغيو ناكلو وكنجوعو، تيتشهى الانسان وكيتمنى، تيطمع وتيخاف، هذا طبيعة الانسان، خلقنا ربي هكا. ما تلعبيش يا بنتي بالعافية، الله يرحمك، ما تلعبيش بالعافية. اما هو يتفاهم مع والديه ويحاول انه مثلا يتزوجو، يا اما يريحها يا اما يسرح. يا اما يريحها يا اما يسرح. ما تخليهاش في المعلقة. ريح البنت، سير عند والدك قول لهم انا باغي هذيك السيده وانا قاد على شغلي وغنمشي نكري وناخذ بنت الناس بمرضي الله. اما سرحها قول لها بنت الناس واك واك عبد الله، عائلتي ما قدروش وانا ما قادش نفوت عائلتي، وعافاك اختي لما قطع عليا المكالمه ويمشي بدل مرتو غتحزن هي، غتجي واحد الصدمه، غتمرض، ولاني راه العلاقات راه ماشي هديه. ودابا وحده ساكنه مع واحد في واحد العماره مغرومه فيه وصافي عليه تهرم فيك تزوجه، علي لي 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 عاجبو شي واحد يمشي يتزوجو. راه ما كنديروش الحاجه اللي كتعجبنا، راه كنديروا الحاجه اللي صالحه لينا. الا غدير الحاجه اللي تعجبك وشوف الناس اللي داروا اللي عجبهم في الوصلة، ولات المراه عندها كل من كل زواج جوج دراري، هذا باهم زرق، هذا باهم ابيض، هذا باهم احمر، هذا باهم خضر، وهو كذلك عنده مراه هنا طويله ومراه قصيره، وهنا اللي كيقول ليه با ما كيعرفكش كلعيط عليه، نقول لها امي ما كيعرفكش كلعيط لها. ماشي لعب الاسره، الأسرة راه مسؤولية من أرقى ومن أصعب المسؤوليات، خصنا ندخلوا ليها بسهولة ولكن نكونوا عارفين ما كنلعبوش. ولاد كيخرجوا معقدين، ظروف اجتماعية مضاربة، سببها واحد النضج ما كاينش عند الناس، وسببها الأسرة كيتلعبوا بها الناس. واحد باغي عالي يدوز عطلة الصيف تزوج، السيدة فرحانة عندها لها أسرة حملات، كمل عطلة الصيف طلقها، شنو مصيرها هي وداك الدري؟ خلينا واحد حيت عاجبو راسو وعندو شويه الفلوس يدير زنا بالكارت. احنا دابا اصبح عندنا واحد النوع من 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 العياذ بالله من هذه المصيبه هذه. فدابا هذه البنت هذه بديعه كتبقى 21 عام، دابا بقي الله خرجت من المراهقه، ما كاينش واحد النضج فكري ولا عقلي، وتتلعب بالعافيه، كان كيحتار من يحترمو اي، والحمد لله وعندك الزهر اللي كيحترمك ويحترمو، ولكن علاش عيطات؟ دابا هنا غادي نحلوا وظيفه الخطاب، علاش عيطات؟ لان بغات تعبر، واش هي في طريق صحيح ولا في طريق الخطا؟ داكشي قالت لك كلامك على راسي وعيني، شتي الوظيفه داكشي اللي حكاته كله مزيان، ولكن حنا غنجمعوه دابا كله ونحطوه ونشوفوا لو كونتينر الفاغون اللي هزو. ما وظيفه الخطاب كله؟ وظيفه الخطاب بغات ان ريفيرونسيال، بغات شي مرجعيه وتشوف راسها واش اسكيلي سوغ لا بون فوا، واش غادا في الطريق الصحيح ولا غادا. انا قلت لها راك غاتميلي لحد الان، دابا سيارتها راه غادا في الطريق، كاين راه جاي واحد الفيراج، هذاك الفيراج راه غاتميل، احتمال تخرج على الطريق وتولي غادا بيست، احتمال تقلب، احتمال تولي شحال اخر. اذا حنا خصنا نبهو قبل وندخل الفيراج. ناخذ مكالمه اخرى معنا السي الحسين من اكادير. الو الو الو، السلام عليكم سيدي. كي داير بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. وسيدي الدريدي كي داير بخير؟ لاباس سيدي الحسين، لاباس. لاباس عليك. لاباس الله يخليك. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. لا شكرا على وجهي. تفضل. حباكم الله ورسوله. انا ربي نعاود لك، انا دابا تزوجت 20 عام ياك. لا اله الا الله. انا دابا عندي 40 عام. اها. عندي 20 عام، دابا 20 عام ديال الزواج. تبارك الله. ولكن دابا 17 عام مزيان. شنو هو؟ ثلاث سنين دابا مغرب غادي الدار. عندي واحد المشكل دابا، احنا ثلاث سنين دابا في المحكمه الاستئناف، المحكمه الابتدائيه. انت ومن؟ كنا واحد درت له مدرسه، ولدي عنده 16 عام وضرب واحد بلموس. اها. وحطو في المدرسه، ضربو تحت القلب. لا حول ولا قوه. وما دخل بلاصه، المهم مشيت للمحكمه الاستئناف باش نجيب ذاك الورق باش نسلو. هادي هادشي في 26 شهر شهر 6 2012، 26 شهر 6 2012. المهم مشيت تما قالوا لي ودي راه
خرج على التعويضات تعويضات قال لهم دير هادشي ما فيه والو غادي يضيع عليا الوقت ديالي قال لي انا الداجي خصك تحصل في الحكم مادام داكشي المهم مشيت اسيدي دابا انا تسمعي كنطلع من المحكمه الاستئناف دابا المحكمه الابتدائيه وهاد الناس اللي قتلوا لي ولدي ما جابوا لي القبض ديال السكر والدار حسبنا الله ونعم الوكيل كتسمع كنسمع اخويا كنسمع كنسمع ودابا مرتي مريضه بزاف المهم دابا انا شي 3 سنين والله الا خسرت فيها شي جوج د المانوس ديما عند الطبيب ديما الطبيب النساني ديال الاعصاب ديال القلب وحتى انا نعست من الشوف الدار كنمشي عند الطبيب النساني وهاد الناس ما جابوا لي القاب ديال السكر والدار وانت رفعتي شي دعوه ولا مازال؟ راه صافي انا حكمت المحكمه جيت عاوتاني للمحكمه الابتدائيه ودرنا كاع ما كيجيش كنخلص انا ديما كنخلص في الصندوق وخلصت الحق المدني خلصت فيه 20000 10000 ديالو 10000 ديال مرتي عندك شي محامي متبع معك هاد الملف؟ راه دابا حكمات المحكمه ب 12 مليون قال لي الا بغيتي يجيب فلوس في المحكمه الابتدائيه جينا عاوتاني المحكمه الابتدائيه ضروري حاجة ما نزيد درنا البيع في الدار ولكن داك الشيء ما فيه والو لا حول ولا قوة الا بالله والله الا ما كان شي واحد يديني غير السبع نعطي لها الخبز الزيت ونخرج من هاد البلاد لا لا الله لا ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج لا ما يحتاج الخير موجود والضر موجود سي الحسين غادي نرجعك للصندوق خلي لي التليفون ديالك وغادي غادي نشوفوا كيفاش نقدر نساعدك في هذا الامر هذا واخا سي الحسين يلا ان شاء الله تحياتنا لك سي الحسين نشوفوا كذلك حتى ندخل للبرنامج بحال بين يديك يعني الاستشاره القانونيه نشوفوا شنو ممكن يدير هو كاين جوج الامور الامر الاول هو الاعتبار رد الاعتبار والامر الثاني ياخذ الحق المسلمين والمغاربه بالخصوص كاين فيهم واحد الطرف ديال المؤمنين كيبغي في الاول رد الاعتبار الحق يقدر يسمح فيه انا تنعرف سيده وقعت لي حادثه سير مسؤوله كبيره ماتوا جوج افراد عائلتها الحادثه وهي مسؤوله كبيره الوقت اللي اعتقلوا هذاك اللي دار الحادثه سمحت لي تقول لك مسؤولة كبيرة يعني مشي تاخذ حقها تاخذ حقها وتفوتوا لي من اللي سولناها قلت لك واش هذاك الشيء غير ضليا الناس اللي ماتوا من عائلتي قلت لك هو وعائلته اعتذروا وقعت لي وقعت الحادثة انفلتت لي السيارة ولا وقع فيها عطاب ولا وقع قلت لك ولد عائلة وناس عائلة لاحظتي كيفاش يكبروا المغاربة ودابا راه جوج الافراد توفى ماشي واحد جوج وهذه واقعة راها بقى حامية انا لبست واحد النوع من اللباس في الخطاب باش ما تعرفش وكون خدمات النفوذ اللي عندها باش تاخذ حقها وتاخذوا بالكيل والمتيل وسامحها لان العائلة والشخص جاوا اعتذروا وبكاو وندم والسيد كتعاود لي السيده كتقول لك ما بقاش قادر يعيش كيقول لها انا ما عمري نقدر نعيش لانك تسبب في وفاه كذا وكذا قالت لك ولات هي تتبت وكتقول لي صافي الله يسامح صافي سهل هذا الموقف سهل اذا شتي ملي ما كنلقاوش رد الاعتبار كيولي انسان باغي يطلع السماء لان احنا قاعدين عزت الناس عندنا كرامه ما كنرضاوش كيولي واحد باغي يطلع السماء فدابا السي حسين احنا غادي نقلبوا ونوقفوا حتى نجيبوا هادوك الناس اللي داروا هاد حتى ما ماتش مش ماتش فار وعاد جاتكم ربيها كتشدك النفس لشي واحد قتلها لك دجاجه مربيه كتعطيها القمح تجي واحد قال شي غير بحجره قتلها وتتشعل السبع ما بالك بولدك فكتولي هنا ما متقبلهاش من ناحيه الانسانيه وما متقبلهاش من ناحيه العدليه دابا حنا فين كنتكلموا في الباب الانساني ما باب العدلي كنعرف ان احبابي اسره القضاء واصدقائي لا انا متاكد اسره القضاء داروا خدمتها دابا خصنا نبرونشيو ما هو انساني عرفي مع ما هو عدلي قانوني خص غير تكون واحد هنا في كيدخل المجتمع المدني هنا في كيدخل الاعيان هنا في المغرب باقي عندنا الاعيان شكون هما الاعيان هما ولاد البلاد
كل بلاد فيها الاعيان ديالها اللي هما ناس. المغرب في شحالي في القاضي العرفي. شكون القاضي العرفي؟ هو واحد الرجل صالح معروف ليه باستقامه بالزهد في بلاده مع ناسه، تيتخاصموا ورا تيمشيو عنده كيدير حول الوسطى ما بين المحكمه لا اداره كيمشيو لعنده تيقول هادو شنو عندكم نتوما، كيسمع ليهم نتوما اش عندكم، كيجمع القبيله ويجمع العائلات ويديروا عشاء وتيقول لهم واش تقبلوا راه غادي نحكموا بيناتكم يا سيدي قابلين، تيقول انت غتعطي كذا وانت غتعطي كذا وكيقبلوا الناس هذاك الوساطه ديال هذوك الناس. الحمد لله حنا بكل وضوح عاودنا حيينا هذه السنه، كنجعلوا المغاربه من منهم يتلقحوا كيدوي هذا الاخو كيرد عليه. شتي ديك الفتاه اللي عيطت لينا مراكش شحال واحد اتصل اللي باها ميت امها في الخارج ساكنه بوحدها، واش شتي السيده عيطت الاولى اخرى صيفطات صيفطات وكنشكروا حبابنا ديال الجمعيات اللي اتصلوا شكرا جزيلا اتصلوا قال لك واحد انا مستعد نخدمها تجي دير ستاج واحد ستاج وكلي يعني استاذه قالت انا نعاونها يعني بوقتي ونحاول انني نساندها في مراكش. كذلك الحسين عارف شتي ملي قال واش واحد الرئيس حبيبي كان حييك رئيس ديال المحكمه الاستئناف فاس عاود لي هاد الواقعه، قال لي كرئيس دخل المكتب وسمع واحد السيد تيقول واه عباد الله الادله كاينه ما لقيتش اللي يحكم. قال لي حليت الشرجم كنلقى واحد السيد حاط ملف الوثائق في الارض تحت الشرجم ديال المكتب ديال الرئيس المحكمه، واه ساعات الرئيس ها الادله وفين اللي يحكم. هو يهبط الرئيس هبط قال لي هبط من البيوت اللي عنده، قال لي شنو عندك؟ قال لي سيدي ها الملف ها الادله، قال لي وطلع جيب جيب. قال لي وعيطنا الناس شوفوا هاد الملف اش فيه تبعوا، قال لي شي الاحتجاج المغاربه شوف شوف واه، قال لي كيخوت بصوت مرتفع واه الادله وفين اللي يحكم. الرئيس رجل صالح حل شرجم سمع وهبط قضى غرض. شتي كذلك سي حسين دابا العام نعيط هو عيط على المغاربه من الباب العرفي هو الاول رد الاعتبار، نمشيو نجيبوا العائله ونجيبوا المعلم الامر ويبكيوا عند هذا السيد ويبوسوا ليه يده ويبوسوا ليه راسه ويبكيوا ويبوسوا الزوجه مات الدري المرحوم راسها ويطلبوا العفو ويطلبوا السماحه. العدل داير خدمته العدل، وليني في العرف خصنا ما نتنازلوش على العرف يبقى مستمر في بلادنا الحمد لله. مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات. لقائنا بكم مستمعنا مازال مستمر من خلال البرنامج بكل وضوح. بروفيسور قبل ما نواصلوا باقي المكالمات كنت تكلمتي يعني في البدايه على وظيفه الخطاب، ومن قبل كنت نبهتينا على اساس انه خاصنا من صغر ردوا البال مع الاطفال ديالنا، يعني نردوا البال الكلام اللي تنقولوا على اساس انه وليدات صغار بتي كوبا خصو يقول كاميرات دو كلاس، يعني من الصغر خاصنا نركزوا على هذه الامور. في السيمينار الرائع والهائل والمركب والمعقد ديال لاك لاكون ان يا با دو رابور سيكسويل تيبين هاد السيد هاد العبقري جاك لاكون بان لو رابور سيكسويل اي ليي او لونغاج او مو. فالموضوع ديال النكاح هو قبل ما يكون جماع ما بين الذكر والأنثى والأنثى والذكر، قبل ما يكون جماع هو استيعاب الوظيفة ديال التكاثر وديال النسل، هو استيعاب ديال الخلافة على وجه الأرض، وهو استيعاب الصعوبة اللي غادي يعطيها هذه القدرة، لأن القدرة على النكاح هو القدرة على التناسل، فكي يعطينا ان بوفوار دو بروكري هذه القدره هذه كتعطي واحد 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 النوع من السلطه على الواقع. ملي كنشوفوا ولدنا ولا بنتنا ما قادر يجمع كاع حوايجه، ملي كنشوفوا بنتنا ما تتقبلش ملاحظه حول الجوده في العمل ولا الجوده في الاخلاق ولا الاحترام، ملي كنخافو نعطيهم غا السياره هما عندهم البيرميس وكاع كيقول لها باه لا ما تديش لك واحد الطوموبيل دوكازيون طرد كاع مع الحق. كيفاش يعقل نعطي السوارت من ناحيه الاذن ماشي من ناحيه الواقعه، الواقعه يقدر يدير اللي بغا. دور الوالدين هو في الباب المعنوي انه تما خصو يوقف، اما في الباب الحقيقي ما بقاش عنده قدره عليه ملي كيدير 18 راه كيدير ما بغا. ولكن في الباب المعنوي ملي يجي عنده ولده يقول له بابا يقول له ولدي انا كنعرفك راه انا باك كنعرفك يا ولدي
معجاز كسول فيك الغنان معناد راسك قاصح فيك استقامة مؤدب مخلق وين ولي هادو عيوبك هادو هاريم جيت يا ولدي لمحتي ليا دويتي ليا قلتي دويتي مع امك وقلتي واحد البنت عجباتك ما عجباتك راه بحال اللي دوينا مع هذيك الشابه قلت لها راك غادي شاده طريق لاله بديعه شاده طريق وني راه هو فيراج يوجدوا الفيراج قبل ولا لا راه ما كان فراني مش الفيراج كان نقصوا سرعه قبل ما ندخل الفيراج وتنطيحوا لا فيتاس ولا غيتروغراد ديال 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 الفيتاس قبل ما ندخلوا وتندخلوا الفيراج وحنا ضبطنا السرعه في الباب ديالو في الفم ديالو علاش دخلتي ليه وقعدك فين تفراني تفراني خرجك ديبورتاسيون فهنا اللغه والمفاهيم عندها دور كبير ما تشربوش لاولادكم مفاهيم ومبادئ اللي تندموا من بعد على الباساج على الاكت فملي يكون ولدك صغير الله يرضي عليك الا فملي لمحتي ليها يجي من دراسه سبع سنين ماما aujourd'hui j'ai rencontré ma copine صحوا اليوم ولدي لا احنا في ثقافتنا كل واحد حر في عائلته يختار الثقافه اللي بغى هذا هو الحمد لله هو الحريه كل واحد حر في ثقافته احنا ما كنقولوش نهيمنوا على ثقافه الناس لا 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 جارك مغربي ولكن حر يصاحب بنته ولده احنا كندويو على الناس اللي مساكن ما عارفينش الاشياء وحنا عطانا ربي واحد شويه ديال التجربه وكنخبروا بعضنا البعض اي كنخبروا اللي افتتحت الحلقه بالدراسه اوبتيموس اللي التنا بها 6700 تلميذ في التاسعه اعمارهم بين 15 و 17 www.tdg.ch يمكن الانسان يمشي يطلعها ويقرا مع راسو ماشي سويسرا خرجت ودرتها وكاين بحالها في السويد كاين بحالها المانيا ما كاينش دولة اوروبيه ما دارتش الدراسه هذه اللي دارتها سويسرا ما كاينش في كندا في استراليا في امريكا في الارجنتين في المكسيك كلهم الدول اللي حاطه عينها وبالها مع مع زريعة المستقبل تيديروا هذه الدراسات من حق من حق المغاربه حتى هما يوصل لهم المعلومه ويتحاورون ذكروا فيها كاملين اللغه كتاسس الفعل فما تقبلش انه ولدك ولا بنتك في المدرسه ولو تكون فرانكوفون كيتكلموا بالفرنسيه وما كيعرفوش انا كنعرف انا بزاف ديال المدارس ماشي عنوه ماشي يعني كيقصدوا ما عندهمش ديك الدقه اللغويه هذه اللي انا الخاصيه عندي في البرنامج مع الحباب اني كنجعل المواطن المواطنه نذوق كنقول له ذوق شنو قلتي اللي قالت لك ناخذ براي ولدي واش الدري عنده القدره يصنع الراي لان الراي منتوج فكري عنده المادة العلمية عنده المادة الفكرية لا إذا ما طرش الرأي شد خاطره شنو هو الخاطر الخاطر هو تصابي صيغة الاستعطاف صيغة الاستدلال في باب المحبة في باب السلطة كنطوع ولدي يعني أنا كنطوعه مش كنلوحه بالدرجة كنطوعه يعني كندخله الطاعة باش بالحال مش بالأقوال مش يخصك طيعني لا ولدي شوفني أنا باك حال. شوفني أنا أمك كيفاش أقول لك القبله نطيعوا الباترون ديالنا نطيعوا المسؤول نطيعوا الرئيس نطيعوا الشرطي نطيعوا 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 ما منعناش ان احنا شخصيه ضعيفه علاش انا نجوب انا لا احنا امه ميثاقنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير يعني من كان من اصحاب سمعنا واطعنا ينال غفرانك ربنا واليك المصير فهنا خصنا نكونوا على بال الكلمه كتعطي رمز وكتعطي واحد الاستئذان فكأنك ملي كتخلي كلمة كوبان تدخل في الخطاب بتيتامي كيفاش بتيتامي اش كتعني بتيتامي بتيتامي بتي لي بتي فان سلو سولو لي فرونسي اش كتعني توت شوز فيها بتي اش كتعني بتي لي بتي فان سلو سولو سولوهم لي فرونسي اللي هما فالحين في اللغة قول لهم اش كتعني بتيتامي بتي لي بتي فان سلو سولو مرحبا شكرا لكل المستمعات والمستمعين الأوفياء لحسن المتابعة والاستماع البرنامج بكل وضوح لكم تحيات سعيد عقال وفاء فائز رفقنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية التقي بكم غدا بإذن الله في نفس التوقيت المسائي من السادسة الحدود الثامنة مساء تمنى لكم مساء سعيد برفقتنا ورفقة برامجنا المتنوعة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم صريح مباشر ما كان استروش على المشاكل
وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب. مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بالصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم.